أهلا بحضراتكم وبحييكم من الجونة الجميلة. الحقيقة من ساعة ما وصلنا هنا أنا بحب أستكشف، يعني ما بحبش أبقى كده مش عارف حاجة، فأسأل أبص أشوف أكون فكرة. فأهم شيء لفت نظري هنا حاجتين: النظام اللي زايد عن الحد، والاحترافية الرائعة في إدارة العمل، وكمان حاجة مهمة متوسط الأعمار، يعني سن المعدل، الطريقة، كيفية الإدارة. أنا كنت سعيد جدا جدا وأنا بدخل الاستاد، بدخل الملعب، بدخل أماكن التصوير، كل مكان، لكن ما أسعدني أكتر أنه المنظومة كل واحد ليه دور فيها. نادر شوقي ليه دور، حسام غالي ليه دور، بيدرو ليه دور، كل حد ليه دور. لكن جينا بقى على الشكل الإداري بتاع النادي، بتاع المنظومة كلها، من أكتر الحاجات اللي أسعدتني إنه اللي بيدير كان لعيب كورة. أنا ببقى منحاز جدا للعيبة الكورة، ولعيب كورة الحقيقة كان لعيب كورة محترم، لكن طريقة إدارته كمان عجبتني، خاصة انه كان مدير كورة وبعدين بقى مدير تنفيذي للنادي، عمل منظومة. واكيد الترس كله حلو على بعضه، الدايرة كلها مقفولة بشكل حلو، وبالتالي فيها نجاحات. انا مبسوط جدا ان معايا كابتن محمد الحصري المدير التنفيذي لنادي الجونة. محمد ازايك، وحشني، اخبارك، منور، وبشكرك على كل حاجة. تمام، الحمد لله. انا بشكرك طبعا كابتن المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها دلوقتي، وانت منور الجونه. ربنا يخليك يا رب. محمد لعيب الكوره، بس نتكلم شويه نعرف الناس. احنا عندنا شمس وعندنا اسماعيلي وعندنا مقاولين، بس عندنا توهج في دجله، بس بطلت بدري. انا بدات في الشمس، وبعد كده رحت وانا عندي 20 سنه، رحت الاسماعيلي قعدت سنه، وبعد كده لعبت في المقاولين، وبعد كده رجعت الشمس تاني قعدت 3 سنين، وبعد كده طلعت على وادي دجلة 8 سنين. كان درجة تانية، وبعد كده صعدت السنة الممتاز معاهم. صعدت وكملت بقى. صعدت وكملت. بس وادي دجلة بيظل محطة مهمة في حياتك. اكيد، لانه اكتر نادي انا لعبت فيه عدد سنين هو كان في الممتاز. طبعا يعني وادي دجلة هو يمكن عمل الاسم بتاعي في الكورة. رحت فترة المنتخب منه، ناس كتير كانت بتتكلم عليا بشكل كويس من وادي دجلة، فظهرت طبعا في وادي دجلة اكتر نادي. طيب، من وادي دجلة كلاعب الاعتزال برضو ما ردتش عليا، ليه بطلت بدري؟ والله يعني كان في ظروف كده عائلية شوية في قصة ان انا بطلت بدري. انا عندي 31 سنة، بس لقيت الفرصة ان انا كان العرض بتاع مدير الكورة باشمهندس ماجد في الفترة اللي انا خلاص يعني ببطل فيها الكارير بتاعي، حسيت ان لا يعني ده ممكن يكون الوقت اللي انا ممكن ابطل فيه واخد الاتجاه ده، وانا طول عمري بحب الاتجاه الاداري. فحسيت ان انا ممكن ابقى اعمل حاجة للنادي في وادي دجلة. بحكم ان انت كنت كابتن للفريق، ده خلى موضوع الادارة بالنسبة لك شوية سهلة؟ دي حقيقة، لان انا كنت بعمل شغل اداري وانا ككابتن الفريق. صحيح. بس طبعا في نطاق محدود. فحسيت ان انا لو خدت تايتل اعلى في المكان، لا هقدر ان انا اعمل حاجه انا عايزها للفرقه بشكل احترافي شويه. كان في حاجات كتير في دماغي، فحسيت لا ان التايتل ده دلوقتي هقدر ان انا اعمل فيه حاجه. خلينا نتكلم عن نقطه مهمه، وهي ثقافه اللعب. احيانا بيبقى في مصر لعيبه مثقفه ما شاء الله، بتعرف تتكلم وبتعرف تقول. الثقافه مش معناها لغه بس، اكيد اللغه لازم تبقى موجوده، لكن ازاي تبقى في الاجتماعات، تبقى في المواقف الصعبه، يبقى لك تواجد حتى لما كنت في الملعب او بره الملعب. الثقافة والخبرة اللي كانت موجودة عندك دي، وكيفية التعامل مع الناس، نجحتك في منصبك كمدير الكرة في الأول؟ كتير طبعا. نعم. الثقافة زي ما حضرتك قلت هي مش تعليم بس، هي خبرة، هي هدوء في الشخصية، هي ان انت تحط في موقف تعرف ازاي تتصرف فيه. ده ساعدني كتير جدا. انا كنت كابتن فرقة، مشاكل كتير كانت فرقة انا اللي كنت بحلها قبل ما توصل. نعم. حتى للجهاز الفني او الإدارة. فده ساعدني بشكل كبير قوي ان انا لما امسك مدير الكوره في وادي دجله، لا قدرت كتير قوي ان انا اقدم حاجات كتيره للفرقه، انظم معسكرات، ان انا ابتدي احل مشاكل كانت داخل الفرقه بين اللعيبه. فلا طبعا القصه فرقت كتير قوي معايا. قلت لي انه ماجد سامي كان ليه الفضل الاول ان انت تبقى مدير كوره، وماجد الحقيقه سابق، يعني من النوع اللي سابق بخطوه في موضوع الاداره، لكنه حماده صدقي كان اول واحد اشتغلت معاك مدير كوره. كابتن حماده، انا اخر سنه ليا بطلت فيها كان كابتن حماده هو المدير الفني. والسنة دي ما لعبتش خالص. كنت بلعب بشكل ضئيل جدا.
والباشمهندس ماجد كلم كابتن حماده وقال له ان انا هبقى محتاج حصري معايا السنه الجايه مدير كوره، وهيبقى معاك مدير كوره. وبصراحه كابتن حماده رحب جدا بالموضوع. كابتن حماده اسم كبير ومدرب كبير، فان هو يقبل ان هو يشتغل مع مدير كوره صغير سنه صغير، دي كانت حاجه طبعا يعني بتزيد مننا. وطبعا فادني كتير جدا وساعدني كتير جدا في البدايه، وكان بيديني خبراته وكان بيساعدني في المواقف اللي ممكن شويه ارجع له فيها لو ما عرفتش. لا يعني كابتن حماده كان واقف جنبي الفتره دي بشكل كبير قوي. انتقالك من دجله للجونه كان مفاجاه، مدير كوره في دجله ومحقق نجاحات والدنيا ماشيه بشكل كويس، تنتقل الى مدير تنفيذي للجونه، حصلت ازاي؟ هو كانت مفاجاه لي انا كمان شخصيا. نادر كلمني وقال لي ان هو عايز كانت في علاقه اصلا بينك وبين نادر. نادر في علاقه من زمان، علاقه كويسه جدا من وانا كنت بلعب كوره، من وانا عندي 16 17 سنه. نادر كان بيحاول يساعدني، كان هيخرجني بره مصر وفي اي حاجه ليها علاقه بالكوره او في الكارير ده كنت برجع له فيها كصديق. وهو عمره ما اتاخر عليا بنصيحه بصراحه. فكلمني نادر وقال لي ان هو مسك الاكونت بتاع الجونه وانه انا عايزني معاه. في البدايه طبعا يعني عشان الجونه كانت درجه تانية وانا كنت في دجله في الدوري الممتاز، فكان القرار مش سهل. بس اللي سهله شويه عليا ان انا بثق في نادر وببقى متاكد ان هو لما بيكون موجود في مكان بيبقى عارف ان المكان ده هينجح، او على الاقل بيعمل اقصى ما عنده ان المكان ده ينجح. فعشان كده هو سهل عليا القرار. وكلمت الباشمهندس ماجد حكيت له القصة وقلت له أنا حابب أن أخذ التجربة دي، وقال لي تمام مفيش مشكلة وجيت. بس هي تجربة متغيرة، يعني مثلا لما أقول مدير تنفيذي لنادي مثلا الأهلي أو مدير تنفيذي لنادي الزمالك أو نادي الإسماعيلي القصة معروفة من أولها لآخرها، لكن ما باجي بقى في نادي خاص ونادي له طبيعة خاصة بشكل خاص لقيت صعوبات، ولا الامور دي كانت مسهله لك الامور افضل يعني؟ لا، الصعوبات اللي كانت موجوده هي صعوبات شغل، الحاجات الطبيعيه. لكن اي حاجه خارجيه لا خالص، ما كانت فيها صعوبات في الشغل خالص. لا يعني زي ما عرفت الفرق بين قطاع بالنادي خاص ونادي، لا هي الفكره مش في نادي خاص، هي الفكره في الجونه نفسها. الجونه ليها طبيعه خاصه، لان انا اي حد بيشتغل في الجونه فهو بيمثل الجونه ككل. فلازم تبقى واخد بالك قوي من تصرفاتك، لازم تبقى واخد بالك جدا من شغلك. تاني حاجه احنا اللعيبه هنا عايشه لكن دي بتختلف عن اي نادي تاني. فانا شغلي مش بس بيخلص لما التمرين يخلص، لا شغلي بيبقى ممكن موجود 24 ساعه، لان اللعيبه موجوده هنا في نظام غذائي، في حاجات كتير قوي بنشتغل حوالين الفرقه بتبقى بعد وقبل التمرين. بس لسه ما فيش عضويات موجوده في النادي، ما فيش مكان، او زي ما بنشوف في الانديه الثانيه مثلا وادي دجله بقى دلوقتي نادي اجتماعي على اعلى مستوى، ده مش موجود هنا في الجونه؟ لا هو لسه مش موجود، لان هو نادي رياضي بحت يعني مش نادي اجتماعي، فما فيش واخد الصبغه دي. واخد الصبغه الرياضيه. ما هل اقدر اقول عليك مثلا انك قريب مثلا من شكل المدير الرياضي؟ لا يعني هنا احنا هنا في الجونه بيبقى كل عندنا زي يعني كل واحد ليه الوظيفه بتاعته اللي بيلتزم بيها من الكبير للصغير. فكل واحد الوظيفه بتاعته ليها مهام، هو يعني ما بيحاولش يخرج بره عنها. المدير الرياضي لا، هي ما فيش في مصر شكل المدير الرياضي قوي يعني، ما عندناش الشكل ده في لكن عندنا يعني تسلسل وظيفي مختلف شويه في مصر. فلا مش حاسس بالسعاده وانت بتشتغل؟ جدا. يعني انا اقصد السؤال على فكره. لا 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 جدا طبعا. من السعاده في كذا حاجه، في الشغل نفسه، في المكان، في الناس اللي موجوده، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، الاداره، مجلس الاداره، اللعيبه. لا يعني هنا شويه بتبقى شكل اسره، انت ما بتحسش ان انت غريب، ما بتحسش ان انت بتتعامل في شغل، انت بتعمل حاجه انت بتحبها فبتبدع فيها. ممكن تشتغل 24 ساعه ما بتحسش بسبب ان انت مبسوط في الشغل، مفيش عندك مشاكل، كل حاجة بسيطة، حتى المشاكل سهل ان هي تتحل. وزي ما حضرتك قلت هي ترس، انت الناس كلها في ظهر بعض فكل واحد بيعمل الجزء بتاعه، فبالتالي بتلاقي الصورة الكاملة شكلها كويس. بالتأكيد رحيل خالد بشارة كان خبطة عنيفة بالنسبة لكم، ارتباطكم الشديد جدا بكلام الناس كلها عليه، ازاي قدرتوا على الأقل ولو ظاهريا تتخطوا هذه الضربة الصعبة يعني؟ طبعا يعني كان خبر صادم مش بس النادي جونه، لمصر كلها، لان هو كان يعني كان راجل بمؤثر في مصر كلها. راجل كان ليه شخصيه مختلفه عن اي حد. اي حد كان بيتكلم معاه لازم يتاثر بيه، لازم كان يتعلم منه. يعني احنا مش هقول ان احنا تخطينا الموضوع ده، بس انت بتحاول خلاص ان الدنيا بتمشي وفي شغل وفي النادي وبتحاول ان انت
تعمل قد ما تقدر بحيث ان تحاول تنفذ اللي هو كان عايزه. فاحنا بنحاول نحط النادي ده في المكان اللي هو كان بيحلم ان هو يكون موجود فيه. بدأنا نشوف نجوم شباب دلوقتي في الإدارة، وده كان حلمنا أو طلبنا. محمد فضل إلى حد ما هنعتبره من الشباب، محمد الحصري، حسام الزناتي وغيرهم. يعني شايف أنه ده توجه كان مطلوب، وإزاي نقدر نستفيد منه للمستقبل القريب جدا في صناعة كرة القدم؟ عم نتكلم على صناعة كرة القدم، صناعة كرة القدم، وما عندناش حاجة اسمها صناعة كرة القدم. هل ممكن انتوا تقدروا تغيروا لنا الصورة في المستقبل القريب؟ زي ما حضرتك قلت، في عناصر شابة دخلت المجال واثبتت ان هي نجحت، فالتجربة نفسها هي نجحت. فلازم العناصر دي تزيد، لازم دم جديد يدخل في في الكرة المصرية، وانا متأكد ان ده هيأثر بالإيجاب على الكرة المصرية. وده يعني سواء في البطولة الأفريقية وبطولات كتيرة نظمها شباب، حسام الزناتي، كابتن محمد فضل، الناس دي اثبتت لا ان الشباب لا يقدروا يعملوا حاجه ويقدروا ياخدوا الكره المصريه في حته تانية. بيبقى في خوف دايما لما في مثلا لعيب كره زي حضرتك موجود مثلا في منصب مدير النادي وفي فريق كره، فبيقول لك لا ده هيتدخل في كره القدم، وخاصه انتوا نادي رياضي زي ما حضرتك قلت. يعني هل ممكن بتتدخل؟ هل ممكن بيبقى لك راي؟ ده شق من السؤال. الشق الثاني، هتخلوا الجونة فريق كرة قدم بس، ولا ممكن ألاقي ألعاب تانية موجودة في الجونة؟ الشق الأول لا، يعني خالص أنا ما بدخلش في أي حاجة فنية خالص. لأن زي ما قلت حضرتك في تخصصات، وأنا من الناس اللي بتؤمن بالتخصصات. أنا إحنا موجود في النادي ناس تقدر تشتغل على الناحية الفنية وتصلح الأخطاء الفنية. ده مش دوري، ما أنا دوري إداري، فلا ما بدخلش خالص في الناحية الفنية حتى لو بشكل ودي. لكن في ناس هنا شغلتها إن هي تبقى مسؤولة عن الجزء الفني. الحاجة التانية يعني لغاية دلوقتي لا، يعني لغاية دلوقتي هي كرة القدم بس. يعني لغاية وقتنا هذا لا، ما فيش غير كرة القدم. الحاجات اللي عجبتني كمان ان عندكم منسق اعلامي، انا بشكر جدا عمر البنوبي الحقيقة على تواصل دائم مع فريق العمل والتنسيق في كل صغيرة كبيرة، فجايين كل الامور مترتبة. وبعدين حضرتك بسم الله ما شاء الله هنا، يعني برضو اخترت ازاي عمر البنوبي ان يبقى موجود، والصلاحات اللي ممنوحة له عاملة ازاي؟ برضو قصة التخصصات ما مهمة. نادر شايف ان اهم حاجة ان انت يبقى ليك شكل اعلامي واضح. ويبقى ليك منسق، هو اي حاجة ليها علاقة بالاعلام تخرج عن طريقه. يعني في النوادي التانية ممكن تلاقي شوية، النوادي بتعاني من القصة دي، تلاقي اخبار كتيرة بتطلع من اتجاهات كتيرة ما تبقاش عارف سيطر عليها. فكان اهم حاجة ان انت يكون في مسؤول عن القصة دي، يبقى هو اللي بينظم. أي حاجة ليها علاقة بالإعلام أو ليها علاقة بأخبار عن نادي الجونة. لما قالوا لك هنفتح خلاص بعد الكورونا، الدنيا كلها جات عليك بقى، مسؤوليتك كمدير تنفيذي، بدأت تتعامل مع الأمر إزاي؟ بص أنا هنا من 4 شهور ما نزلتش خالص. ونادر كان موجود هنا، فإحنا كنا شغالين على القصة دي من قبل ما يقولوا إن إحنا نفتح. يعني إحنا كنا بنستعد ستاند باي بالظبط، عشان زي ما حضرتك قلت لو أنا ما كنتش مستعد لما تفتح هيبقى الموضوع صعب. فإحنا كنا شغالين بحيث إن الدنيا لما تفتح الشغل ما يبقاش كتير، وتبقى الدنيا جاهزة إن الناس تيجي تلاقي كل حاجة جاهزة، ويبقى الأمور كلها ما فيهاش أي حاجة ناقصة خالص. فإحنا كنا شغالين على القصة دي من فترة كبيرة. ما كانتش مفاجأة بالنسبة لك؟ لا، هي كانت مفاجأة إن فجأة، يعني الموضوع فجأة جه إن هو هنفتح دلوقتي. لكن في الشغل ما كانش مفاجأة، لأن إحنا كنا عاملين حسابنا إن إحنا هنشتغل الفترة دي بحيث إن في أي وقت الكورة ترجع نبقى إحنا جاهزين. بمناسبة الكورة، ولا إن أنت مش حابب تتكلم في الكورة، لكن مطمن على مستقبل فريق جونة؟ إحنا معانا مجموعة كبيرة من اللعيبة، لعيبة محترمة ولعيبة ليها أسماء. لعيبة تقدر تحط النادي ده في مركز متقدم، وتحط نفسها هي شخصيا وأسماءها في مكانها هي تستاهلها وتليق بيها. فلا أنا مطمن طبعا، لأن لما الأمور بتمشي صح من كل اتجاه النتيجة في الآخر بتبقى كويسة. تجربة الإعارة للعيبة كتير من النادي الأهلي، وأخيرا الشراء زي إسلام محارب وأحمد حمدي، شايف إنها عملت نجاحات لفرقة الجونة؟ أكيد طبعا، أثبتت نجاحها. الفكرة إن أنت الإعارات تقلت الفرقة، وإحنا خدنا اللي إحنا عايزينه من اللعيبة الإعارة، وبعد كده بتحاول تقلل الإعارات واحدة واحدة بحيث إن يبقى فيه قوام للفرقة تقدر تشتغل عليه السنين الجاي. أسألك أخيرا، نجاح تجربة وادي دجلة، نجاح تجربة الجونة، ممكن تبشر بمستقبل للاستثمار الرياضي في مصر في مجال الرياضة والأندية؟ ده أكيد، لأن فعلا التجربتين دول نجحوا، وأخيرهم طبعا نادي الجونة،
ومتهيألي في نوادي كتير قوي دلوقتي بتفكر ان هي تخوض التجربة دي لان هي اثبتت نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت في الدوري المصري. نعم حمد انا بشكرك شكرا جزيلا باسم فريق العمل بالكامل الحقيقة، لانه بجد عملت لنا زللت ما فيش صعوبات اصلا عشان تزللها، لكنه وصلنا كاننا في بيتنا بكل شيء لقيناه اكسلنت على احسن ما يكون. فالشكر موصول ليك ونادر شوقي وعمر البنوبي وللجميع الحقيقة، يعني باسم فريق العمل باسم مخرجنا محمد الشال وفريق عمله باسمي ورئيس التحرير وليد عبد السلام والجميع، لانه بجد والله رغم انه الزيارة كلها شغل في شغل لكن بجد استمتعنا باليوم ونص اللي قعدنا معكم. لا انتوا شرفتونا بجد والله، والزيارة كانت جميلة والناس كلها هنا بسطت من الفريق العمل والناس كلها محترمة وشغل كان في هدوء وشغل بسيط. لا الحاجة كمان لا تمام يعني. بشكرك شكرا جزيلا ألف شكر. ده كان لقاءنا مع محمد الحصري المدير التنفيذي لنادي الجونة.